جدد لكم التحية مشاهدين الكرام. اليوم راح نتكلم عن تعاون جمعيات النفع العام مع وزارتين الصحة والتربية من أجل دعم العودة الآمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة من جديد عقب المؤشرات الصحية الإيجابية ولله الحمد والمنة وانخفاض معدلات إصابة كوفيد-19. جمعية الأسرة الكويتية دعت ممثلي جمعيات النفع العام إلى طاولة الحوار بهدف تنسيق الجهود الرامية للعودة الآمنة للدراسة والمساهمة في سد احتياجات المدارس والتعاون التام مع وزارتي الصحة والتربية في سبيل حماية الطلبة إلى جانب ودعم التحصيل العلمي في جانب آخر. راح نشوف معكم هذا التقرير ولن عودة. العودة الآمنة لمقاعد الدراسة هو العنوان الأكبر لكافة الجهات المعنية بالعملية التعليمية بقيادة وزارتي التربية والصحة بالتعاون مع جمعيات النفع العام في البلاد بهدف الحفاظ على صحة الطلبة في جانب وتكريس التحصيل العلمي ذو الجودة التعليمية العالية في الجانب الآخر. عودة آمنة للمدارس من أجل مستقبل أجيالنا. احنا دعينا جميع مؤسسات المجتمع المدني، البعض منها اللي لهم صلة بالموضوع الاجتماعي هذا عودة المدارس، لنرى يعني الإمكانيات المتاحة لمساعدة المدارس والأطفال لعودتهم إلى جو آمن اجتماعي وإزالة المخاوف من الطفل وتشجيع أولياء الأمور العودة المتفائلة وترجع الحياة الطبيعية إلى وطننا الكويت. احنا جدا سعيدين للعودة للمدارس لأن نعرف التعليم شيء مهم في المستقبل الدول، وإحنا شفنا أن الطلبة وجودهم في المنزل وايد خسروا أشياء، فالحين حضورهم يعني تعليم مباشر أفضل لهم. إحنا نبي مسيرة التعليم تتطور. جمعية تمكين الأسرة الكويتية حملت على عاتقها تجميع الجهود المجتمعية لجمعيات النفع العام في البلاد بهدف في دعم جهود وزارتي الصحة والتربية بشأن العودة الآمنة لمقاعد الدراسة. طبعا احنا وجودنا اليوم لتوصيل رسالة مهمة، وهي ان هناك فئة من الأطفال اللي هم الأطفال المرضى اللي مصابين بالسرطان والأمراض المزمنة. هؤلاء الأطفال كذلك لهم الحق انهم يعودون الى المدرسة مثل بقية الأطفال، ولكن هذه الفئة الخاصة احنا دورنا في جمعية ابي اتعلم نحاول ان نهيئ لهم الأجواء على أساس تكون عودتهم آمنة خلال السنة الدراسية القادمة إن شاء الله. مشاركتنا جاءت لدعم العودة الآمنة إن شاء الله للعام الدراسي الجديد 2021-2022. طبعا احنا سعداء جدا بهذه المشاركة وندعم جميع الاقتراحات والأفكار والأشياء والاستعدادات أيضا الموجودة في من خلال هذا اللقاء أو في كليات ومعاهد التطبيق. الجهود الحكومية والمجتمعية تتضافر بهدف العودة الآمنة للطلبة في كافة المراحل التعليمية للمدارس عقب المؤشرات الصحية الإيجابية وفي ظل انخفاض إصابة كوفيد-19 على طريق العودة الكاملة للحياة الطبيعية. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت. إذا مشاهدي الكرام، مثل ما تابعنا في التقرير فإن الحملة الوطنية اللي أطلقتها جمعيات النفع العام لدعم العودة الآمنة للمدارس والتعاون مع وزارة التربية تأتي لتوفير كافة الاحتياجات التعليمية مع بداية العودة الحضورية إن شاء الله للمدارس لضمان العودة الآمنة لمقاعد الدراسة لجميع فئات الطلبة. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتورة شريفة الخميس رئيس جمعية تمكين الأسرة، وأيضا الدكتورة مها بورسلي استشاري أطفال وعضو مجلس إدارة جمعية أبي أتعلم. صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في العالم هذا الصباح. يا هلا ومرحبا، مشكورين الاستضافة. ساعة البركة. الله يحييك. يا هلا فيك دكتورة شريفة. خلنا نبدي وياك. جمعية تمكين المرأة، تمكين الأسرة، تمكين الأسرة عفوا، قامت بحملة لدعم العودة إلى الآمنة إن شاء الله إلى المدارس بمشاركة نشوف احنا جمعيات كثيرة من النفع العام. ممكن تعطينا فكرة عامة حول هذا الموضوع؟ احنا كان هدفنا عمل حملة وطنية لعمل احتفالية لعودة أطفالنا إلى المدارس بعودة آمنة حسب الإجراءات اللي متابعتها وزارة التربية ووزارة الصحة.
حبينا مؤسسات المجتمع المدني انها تشارك معانا في هذا المجهود الكبير. نبي الكل من أولياء الأمور، من مدرسين، مدرسات، وزارة التربية، الكل يشارك يعني بإيجابية وبروح يعني متفائلة. إن شاء الله عام دراسي جديد خالي إن شاء الله من الأمراض، ونسأل الله أن يزيل عنا هذا الوباء. اللهم آمين. جزاك الله خير. أروح ويا حق الدكتورة مها برسلي. دكتورة، شنو هي جمعية أبي أتعلم ومنين جت الفكرة؟ هي جمعية تعنى بتعليم الأطفال اللي مصابين بأمراض مزمنة ومستعصية وموجودين إما في المستشفيات أو في البيوت بعيدين عن مقاعد الدراسة. الهدف كان من الجمعية أن هذول الفئة من الطلبة محرومين من التعليم، وبالتالي أثر الكلام تأثير سلبي على حياتهم وعلى حتى علاجهم. فالتعليم لازم يستمر، عملية مستمرة، ما لازم يوقف لأي سبب كان. ومن هذا المنطلق احنا تأسست الجمعية. بالبداية احنا كان الهدف اعتنينا اول شيء في فئة الأطفال مصابين بالسرطان، وبعدين كملنا على كل طفل مصاب بمرض مستعصي مزمن يعني يكون موجود في المستشفى او في البيت بعيد عن مقاعد الدراسة، نوصل له ونعطيه خدمات التعليمية ويكمل تعليمه. جميل. في تركيز كبير على الطلبة المرضى واصحاب ايضا الأمراض المزمنة والسرطان. شنو هي خطتكم نحو هذه الفئة بالتحديد؟ احنا خطتنا ان السنة سوينا حملة اسمها العودة معا. الأطفال جميعا راح يردون إن شاء الله إلى مدارسهم بإذن الله، وفي خطط تعليم مدمج إنما بين الأونلاين وبالمدرسة، بس إحنا مرضانا راح يظلون موجودين في المستشفى، ما راح يكون عندهم القدرة أن يردون المدرسة مثل باقي الأطفال. فإحنا مهم جدا أن نتذكر وندعمهم هذول الأطفال الموجودين في المستشفى على أساس نقدر نوفر لهم التعليم، وإن شاء الله لما يخلصون علاجهم وفترة مكثهم في البيت رجوعون المدارس ما يكون فاتهم لا تعليم ولا يكون فاتهم أي شيء من أي طفل يعني يعيشه يوميا. فهذه إحنا يعني هدفنا إن شاء الله. هدفكم إنه ما يطوف الطالب أي شيء من الدراسة بالضبط. بما أن العام الدراسي راح إن شاء الله راح يبدي بعد شوي. دكتورة شريفة، يعني لو بنتكلم عن تمكين الأسرة، شنو هدف هذه الحملة؟ وأيضا من الفئات المستهدفة من هذه الحملة؟ في هذه الحملة احنا جلسنا مع قيادات وزارة التربية، وحضرنا مع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، و يعني اتفقنا يعني على العودة الآمنة للمدارس، ان تكون عودة ان شاء الله يعني بالنسبة للأطفال ما يكون عندهم مخاوف، يكون الطفل عنده ثقة بالنفس، عودته المدرسة يكون فرحان، لأن في قاعد في البيت صار له تقريبا سنة ونص. نعم. ف يعني تعود على الكسل، تعود على الأجهزة الإلكترونية، صح في دراسة أونلاين لكن تختلف عن التعليم حضور. النظامي حضوره. نعم. هو يعني ذهاب المدرسة مو بس تعليم أكاديمي، يتعلم منه يعني هي المدرس عنده رسالة، يعلم الأطفال يعني حتى القيم، يتعلم الطفل القيم الاجتماعية، مخالطة الأصدقاء، احترام الكبير. احنا ودنا يعني حتى ترجع قيمة وهيبة المدرس والمدرسة، احترام الهيئة التعليمية، الإدارة يعني الناظر وغيره. ودنا هذه القيم اللي كانت موجودة في مجتمعنا ترجع مرة ثانية الآن من خلال إن شاء الله هذه العودة الآمنة إن شاء الله. لو نتكلم عن نفسية الطلبة يعني الفترة اللي قضوها يمكن سنة ونص تقريبا قاعدين بالبيوت، توقف التعليم الحضوري، عدم ذهابهم للمدارس، نتكلم عن هذه على مدى تأثيرها على نفسية الطالب، وخاصة أن حاليا بعد سنة ونص برد يداوم. نعم. الطفل يعني في هذه الفترة وخاصة الصغار يعني أثر عليهم تأثير كبير، لأن صار الطفل يحب العزلة، صار بعض الأطفال الصغار اللي كانوا في بدايات تعلم اللغة بدأ يصير عندهم صعوبات النطق،
بعضهم حتى صار عنده يعني حب العزلة، صار أكثر عنده قلق الانفصال، ملتصق في أمه أكثر لأنه ما يشوف يعني أفراد ثانيين، ما يشوف أطفال ثانيين، ما خالط الأصدقاء، ما راح مدرسة. وكذلك حتى بالنسبة للكبار يعني الطفل محتاج النشاط الحركي، محتاج يتحرك يركض يلعب. يعني أنا مثل ما قلت إن المدرسة هي مو بس تعليم يعني بالورق والكتب، هي حياة اجتماعية داخل مبنى معين. حياة اجتماعية، علاقات، رياضة، يكتسب يعني مهارات حركية اجتماعية لغوية من كل الجوانب، يعني حتى أخلاقية، اكتسب القيم من خلال الأستاذ اللي هو قدوة حقه. فيعني هذه كلها تقريبا افتقدها الطفل في جلوسه بالبيت يعني. وخاصة الآن العودة احنا ودنا تكون يعني في تفاؤل الكل، يعني ما نبي تذمر، ما نبي شكاوي، يعني نبي أبي نفسية الطفل وأولياء الأمور والمدرسين يعني ينظر إلى الجانب الإيجابي، يعني خلي عيننا تلتقط الأشياء الإيجابية، مو بس ندور السلبي. ودائما يقولون أنتوا الكويتيين بس تحلطمون، وايد نتحلطم. يعني نبي نزرع في الطفل الثقة بالنفس، وأنت روح ولا تخاف. صار عنده مخاوف الطفل من كثر ما يسمع كوفيد-19، ويمكن أحد متوفي بعد من أفراد الأسرة بسبب هذا المرض. فالطفل يخاف، يصير عنده بعد القلق الموت، فكرة الموت ما يعرفها، ما يدركها الطفل، يصير عنده قلق منها، خاف إذا تركت رحت عن أمي أخاف أرجع ما ألاقيها. يعني هاي كلها أنواع مخاوف مختلفة بالنسبة للطفل، وقلق أيضا يعني كبير على الطفل. وبعض الأطفال احنا ندري حتى المجتمع كله صار في مشاكل أسرية، صار في عنف أسري، حتى بالنسبة للكبار زادت نسبة الاكتئاب عند بسبب الوجود داخل البيت، الحظر والقلق المستقبل وما ندري ايش راح يصير، ويعني ليه متى احنا قاعدين. يعني تعرف يعني كان صعب يعني يأثر على نفسية اي شخص قاعد طبعا اي نعم. فما بالك الطفل يعني صحيح. سنة من عمره يعني تعادل سنين نعم. طويلة. ارجع للدكتورة مها برسلي. دكتورة، شلون تم التعاون بينكم جمعية أبي أتعلم ووزارة التربية وأيضا وزارة الصحة؟ احنا بالبداية قمنا في يعني بعد ما يعني تكون كرابطة وصرنا كجمعية، قابلنا عدة قيادات وزارة التربية ومنها عدة وزراء سابقين، وطبعا وايد تحمسوا للفكرة ووافقوا وعطونا موافقة مبدئية ان احنا نبتدي ونبتدي بالمشروع هذا. وقابلنا وزير الصحة الحالي ووزير الصحة السابق، وكلهم كانوا جدا متحمسين. بالعكس الوزير الحالي حاب ان تكون الفكرة تنفذ على مستوى الكويت كلها، المستشفيات كلها. يعني مبدأ مدرسة المستشفى لازم يكون مطبق على كل المستشفيات، لان كل مستشفى لازم يكون في اما طفل او طالب يعني بعيد عن مقاعد الدراسه ومحتاج ان احنا نوصل له. فيعني جزاه الله خير، احنا فتحنا ساعدنا ان احنا نفتح كذا صف دراسي في كذا مستشفى. يعني احنا الحين بدينا في مستشفى. هل راح يكون هناك في هيئه تدريسيه؟ احنا طبعا عندنا هيكل تنظيمي ولجنه واداره تعليميه كامله مكونه من مدرسين، حتى اساسا مدرسين بالجامعه، هم اساسا دكاتره بالجامعه، هم قائمين على انهم يسوون هيكل تعليمي عشان احنا نوصل حق الطلبه ندرسهم. غير ان احنا عندنا شراكات مجتمعيه، يعني مدرسينا معظمهم اما متطوعين اما من مثلا جمعية النجاة مدونا في المدرسين. فطبعا إذا واحدة ما تصفق، لازم يكون في تعاون ما بين صحيح. المجتمع كله على اساس نوصل حق هالفئة. نعم. دكتورة مها، خلينا نتكلم عن قرار قبل فترة طلع من وزارة التربية بخصوص طبيعة الأكل. نعم. يعني ان هناك في أكل ما راح ياخذونه وياهم الأطفال الى المدارس، وفي المقابل لابد انه يكون أكل صحي. صحيح. يعني في انواع معينة وانواع ما راح تكون موجودة. بالضبط. أنا صراحة جدا سعيدة بهذا القرار، ولو أنه شوي كان متأخر، بس جدا جدا سعيدة أنه يكون في نوع من التركيز على الأكل الصحي. لأن أنت مثل ما أنت عارف وإحنا ربينا دائما بالمدرسة يكون في مجموعة من الأكل ولا شيء فيهم صحي، يكون تركيز كثير على المواد اللي هي تكون نشوية أو تكون فيها نسبة دهون عالية. نعم. ولا تنسى أن إحنا كدولة يعني معروف أن نسبة البدانة واضحة في المجتمع.
فأول شيء احنا مهم جدا ننمي عقل الطفل، أهم شيء بعدهم ننمي الجسم، هي مو بس الرياضة حتى نوعية الأكل. فكون أن الوزارة تدعم أن ما يدخل أي أكل إلا أكل صحي، هذا جدا قرار صراحة احنا نشجعه، وأنا سعيدة بهالقرار. وأصلا حتى لو أنت شفت الحين أطفالنا هم نفسهم بدأ يصير عندهم وعي، يعني لما يجون يختارون الأكل راح يقولوا لك يعني هذا شنو فيه هذا. فهذا حلو أنه يكون عندك جيل يطلع لك مهتم بصحته من البداية، هذا جيل أنت فعلا تكون سعيد أنه عارف أنه قدام راح يكون صحتها وايد أحسن. فيعني أنا أشكر وزارة الصحة أن تقلل حتى نسبة السكر بالأكل الموجود ونسبة الدهون، هذا شيء جدا مشجع. وأتمنى بعد من الأهالي، يعني أنا لاحظ كوني أنا ربة أسرة وروح حق المجمعات أشوف أن دائما الأهالي على طول على الشيبس، ولازم كل واحدة الشيبس بالذات هذه البطاطا، أشوف أن كل واحد لازم يكون عنده كم، يعني خلينا إحنا نكون تركيزنا على أشياء صحية مفيدة حق الياهل، لأن حتى ترى على فكرة التحصيل العلمي تأثر بنوعية الأكل الواحد قاعد يأكله. صحيح. يكون ياهل، وبعدين إحنا عندنا نسبة فقر الدم كثيرة بين الأطفال بالكويت، لأن نوعية الأكل يعني سبحان الله مع الارتفاع المادة نوعية الأكل ما ارتفعت. يعني المشكلة بعد عندنا كثير من أولياء الأمور اللي ما يهتمون بتغذية الأطفال، والله الحين يعني قاعدين بالبيت ويطلب على كيفة عن طريق الأونلاين وإلى آخر من هذه. صحيح. الأمور أيضا عدم الرقابة موجودة من قبل أولياء. صحيح. الأمور بس يعني. بس أنا شفت ترى بعدهم أهالي جدا دقيقين في نوعية الأكل اللي يأخذونه، وفي فعلا أهالي يتضايقون لما يروحوا المدرسة ما يقدرون يسيطرون على الياهل داخل المدرسة. نعم. فيتعبون إنهم يوصلون القيمة حق الياهل لما تروح المدرسة حاول تأكل تلتزم أكلك، ويكون صعب على طفل عمره 8 سنين تقول لا تأكل، تشوف عيال يعني الأطفال دار مدار يأكلون مثلا حلويات وما يمد يدينه. فلما يكون هذا الكل راح يلتزم بالأكل الصحي، هذا شيء جدا صراحة يعني مهم وضروري، وأنا أشكر وزارة الصحة وزارة التربية على هذه. جميل. أنا قبل لا أختم، بس دكتورة شريفة وأيضا دكتورة مها، دكتورة شريفة لو بتتكلمين أو توجهين نصيحة لأولياء الأمور وأيضا الأبناء اللي مقبلين على المدارس قبل أن نختم. إيه إحنا ودنا يعني أبنائنا يأخذون الدراسة بجدية وجد واجتهاد، وكذلك يعني أكيد أولياء الأمور بيشجعونهم، لكن ما نبي يعني إن الدلع إن تطلع مجموعة والله بالساحة الإرادة، نبي عيالنا يقعدون، نبي عيالنا بنشجعهم، يعني ما نبي نخوفهم زيادة. يعني إحنا كل ما الأم كان عندها ثقة بالنفس والأب، هذا ينعكس على الطفل. إذا كان الأب خايف ومتردد، لا خايف على ويسمعونه، الطفل يسمع، الطفل ذكي يعني يدرك، ممكن يتأثر في هذا الشيء، فعلا يتأثر وينعكس عليه. فنبي يعني شوية جدية في هذا الموضوع، نبي عيالنا يدرسون، نبي سنة دراسية تكون إن شاء الله يعني آمنة من جميع النواحي، يعني حتى من ناحية نفسية. يعني الطفل إحنا دائما نقول حق أولياء الأمور يعني البنت الصغيرة أو الطفل يكون هو ملك البيت، وهو يتصرف مجرد ما يصرخ أو يبكي. يعني أنا أذكر يعني كنت في حضانة، الأبو حط بنته بسيارة ورجعها البيت، قلت له إيه هي قاعد تستعمل كل أسلحتها اللي عندها عشان ما تبي، هي ما تبي المدرسة فيها كنترول فيها نظام، فهو يبي بالبيت يأكل على كيفه، ينسدح على كيفه، يطالع أفلام، يطالع يعني حتى يعني يبي مشكلة مثل ما قلتي مساء، هو الدلع تعطي العيال أكثر من حقهم، فنبي يكون في نظام، يكون يعني ستريكت بالنسبة للدراسة شاء. يعني هذا شيء جاد، ومثل ما قلنا يكونوا متفائلين وما يحاتون، يعني نخفف شويه من القلق اللي احنا عايشين فيه. احنا بالكويت وايد عندنا نسبه القلق، ان شاء الله ما في قلق، ان شاء الله بحيل الله. دكتوره مها، كلمه توجهين لاولياء الامور وايضا لطلبتنا المقبلين على المدارس ان شاء الله. بالنسبه حق اولياء الامور احب اقول لهم هذول الاطفال اللي انتم تحاولون ان تحمونهم وتخايفين عليهم من انه يصيبهم اي شيء، حطوا بالكم هذول هم اللي راح يعني يكبرون وراح يمسكون البلد. نعم. فمهم جدا التعليم جدا مهم. نعم. وانه يرد المدرسه مثل ما تفضلت الدكتوره، وانه يعيش حياته حال الباجي للاطفال مهم جدا، على اساس انه ما نخلق جيل قلق
وعنده مخاوف. هذه كون الطفل يروح حق المدرسة ترى هذه نعمة. إحنا عندنا أطفال ما قادرين يروحون، يعني لما يشوفون بعينهم ياهل رايح مدرسة وشايل جنطة هم مو قادرين يحققون هذا الأمل، فتذكروا هذه نعمة إن أنت تروح تقدر تروح المدرسة. فأنا أتمنى إن ما يكون في أي طفل تفوت تعليم ولا مهارة يكتسبها في أي لحظة، لأن هذا مهم حق بناء الطفل. ولا تنسون هذا استثمارنا مثل ما تفضلت الدكتورة، عيالنا هذول استثمارنا للمستقبل، لازم نهتم فيهم، ما لازم نطلع جيل يخاف. الحمد لله إن خذينا بالاحترازات الطبية وبدأنا بالتطعيم، الحمد لله البلد بدأت تفتح وإن شاء الله الأمور ترد مثل ما كانت. الحمد لله رب العالمين. إذن كل الشكر للدكتورة شريفة الخميس رئيس جمعية تمكين الأسرة، وأيضا شكر موصول للدكتورة مها بروسلي استشاري أطفال وعضو مجلس إدارة جمعية أبي أتعلم. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم. شكرا شكرا عام دراسي سعيد إن شاء الله. شكرا لكم اتحتوا لنا الفرصة، مثل ما قالت عام دراسي إن شاء الله هذا مستقبل أجيالنا ومستقبل الكويت إن شاء الله مزدهر دائما إن شاء الله.